نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ذكر المفسرون عليهم رحمة الله في سبب نزول هذه الآيات من خواتيم سورة الغاشية، قالوا: لما ذكر الله تبارك وتعالى وصف الجنة في الآيات التي سبقت، تعجب المنكرون وأهل الضلال عجب إنكار، فأنزل الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وذكر علماؤنا عليهم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى ذكر الإبل من سائر الحيوانات، قالوا: لما فيه من المنافع، أي لما في الإبل من المنافع، فإن في الإبل المنافع الكثيرة كما هو معلوم عند الناس، فإنها تحمل الأثقال الثقيلة إلى بلاد بعيدة، وتقطع المسافات الطويلة من غير أن تحتاج إلى الماء، وكذلك يستفيد الناس من لحومها، أي يأكلونها ويشربون ألبانها وأبوالها، ففيها منافع
كثيرة جدا ليست موجودة في سائر الحيوانات، لذلك اختصها الله تبارك وتعالى بالذكر في هذه الآيات، وكانت لصيقة بالناس لا سيما في الأزمنة المتقدمة لا سيما عند العرب، فإنهم يعرفون الإبل جيدا، لذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وهذا استفهام للتوبيخ، يوبخهم الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن الذي خلق الإبل هو الله عز وجل. بالرغم من ذلك فإنهم ينكرون الجنة وكذلك النار، بل ويجعلون لله الأنداد والشركاء، وهم يعلمون أن الله تعالى خالق كل شيء. وهذه حجة بالربوبية على تقرير الألوهية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا يتدبرون خلق هذه الإبل العظيمة؟ لذلك ذكر العلامة ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره أن شريحا القاضي رحمه الله كان يقول لأصحابه: اخرجوا بنا لننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. أين نحن من هذا التدبر العجيب من السلف عليهم رحمة الله؟ قليل من الناس من يتدبر آيات الله تعالى الكونية. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي وينظرون إلى السماء كيف رفعت، وهم كذلك يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، فيعلمون هذا الأمر، ولكنهم يجعلون لله تعالى الأنداد، ولا يفردون الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو الشرك المخرج عن الملة، المخلد صاحبه في النار. أن يجعل العبد لله تعالى الأنداد في العبادة وهو يعلم أن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، ولكنه إذا دعا الله ودعا غير الله من المشايخ والمقبورين وأصحاب القبور وغيرهم وكذلك من الأنبياء ومن الرسل، لأن من دعا نبيا أو رسولا فقد أشرك بالله. وإلى السماء كيف رفعت؟ رفعها الله عز وجل. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني من الأنداد المزعومين من الأولياء من المقبورين من الجن والشياطين أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أي المشركون في ضلال مبين وإلى السماء كيف رفعت وجعلنا السماء سقفا محفوظا الله تعالى رفع السماوات وبناها تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها هذا هو الله عز وجل خالق كل شيء وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أي أفلا ينظرون أفلا يتدبرون إلى هذه الجبال العظيمة والجبال أوتادا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا كل ذلك من خلق الله عز وجل جعل هذه الجبال العظيمة الراسخة الشامخة لا تهتز لا بالرياح ولا بالأمطار ولا غيرها من العوامل فهي راسخة جبال شامخات ويوم القيامة ينسفها ربها عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له هذا خلق الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وللمسلمين أجمعين وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى اللهم أعنهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر اللهم أصلح أحوال بلادنا وشبابنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم قال الله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت أي أفلا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت سطحها الله تبارك وتعالى وجعلها ممهدة لعباده ولا تضطرب بهم وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية وهذه المسألة للأسف الشديد يخوض فيها كثير من الناس ويتجادلون فيها جدالاً شديداً عنيفاً حتى بين طلاب العلم
في وسائل التواصل من الفيسبوك وغيرها تجدهم يتناقشون في مثل هذه المسائل، هل الأرض كروية ولا مسطحة؟ 6 ساعات نقاش في هل الأرض كروية أم هي مسطحة. والله لو سبحوا الله تعالى لكان خيرا لهم، لو ذكروا الله تعالى بقراءة القرآن لكان خيرا لهم، ولكن الشيطان يضل العباد والعياذ بالله. فانتبهوا عباد الله، ولا تضيعوا أوقاتكم في أمور لا طائل منها ولا فائدة منها. أما بالنسبة لهذه المسألة فقد حسمها العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره، وذكر أن الأرض كروية، وهذا هو القول الصحيح، ولا منافاة بين أنها كروية ومسطحة. فهي كروية لدلالة القرآن على هذا الأمر، فقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فقال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وهذا التكوير إنما يكون على الأرض، لأن الليل والنهار إنما يتعاقبان على الأرض، فهذا دليل على أن الأرض كروية. وكذلك استدلوا بقوله تعالى وإذا الأرض مدت، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمد مد الأديم أي يوم القيامة، أي مد الجلد، فهذا دليل على أنها لم تكن ممتدة قبل ذلك، فهي كروية وهي في نفس الوقت مسطحة، ولا منافاة بين هذه الأقوال. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر، إنما أنت مذكر، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر، ولم يذكر له من يذكره، إنما قال فذكر أي ذكر كل الناس، إنما أنت مذكر، هذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مذكر، ليس له من الأمر شيء، وليس عليك هداهم كما قال الله تعالى له، إنما هو مذكر فذكر، إنما أنت مذكر. والمؤمنون ينتفعون بهذه الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لست عليهم بمسيطر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيطر على أحد، وليس عليه حساب الناس، إنما عليه البلاغ وحسابهم على الله، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وإلا هنا بمعنى لكن، أي لكن من تولى وكفر، أي تولى أعرض وكفر بالله عز وجل، فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي العذاب في نار جهنم، وهذا هو العذاب الأكبر. وهناك عذاب في الدنيا هو عذاب أصغر، كما قال الله تعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأكبر دون العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. فالعذاب الأكبر هو في نار جهنم، والعذاب الأدنى في الدنيا بجميع أنواع العذاب، بجميع أنواع العذاب من ضيق العيش وضنك المعيشة وغير ذلك من أنواع العذاب في الدنيا. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بقوله إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم، المرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن علينا حسابهم، والحساب على الله تبارك وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالمؤمن يدنيه الله عز وجل يوم القيامة ويخاطبه وليس بينهما ترجمان، فيقرره بذنوبه فيعترف ويقر، فيقول الله تعالى له هذا المؤمن، يقول الله تعالى له: أما إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فإن الله يفضحه يوم القيامة ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على رؤوس الخلائق، سبحان الله، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن، وصلِّ اللهم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.